من السهل جدا هو ان احنا ناخد عقل التين ونزرعها ويكون عندي شكل التين مجموع قدري ومجموع جذري فقط. وده ما يعنيش ان احنا نجحنا في زراعة التين. عشان نقول احنا نجحنا في زراعة التين فبالتالي من المفروض هو ان انا ازرع عقلة التين واكل منها ثمار تين في خلال 4 إلى 6 شهور على حسب الصنف اللي انا هزرعه. المعاملات هتكون واحد لكن كل نوع هيختلف في ميعاد الاثمار او ميعاد الحصاد. ومش معناه ان الصنف اللي هاكل منه بعد 4 شهور هو افضل من الصنف اللي هاكل منه بعد 6 شهور. عملية الافضلية بترجع للذوقية وللسوق. لو كنا احنا بنشتغل تجاري فالسوق اللي عند حضرتك بيطلب اي صنف فهو ده الصنف الكويس. مش ال4 شهور اللي بيثمر هو الكويس وال6 شهور هو الكويس. مبدئيا عشان ازرع شجرة التين عندي معاملات كتيرة جدا بمر بيها، ابتداء من الشجرة نفسها اللي انا هاخد منها العود، بعد كده العقلة اللي انا هقصها من العود اللي انا اخدته، بعد كده طريقة الزراعة، طريقة الري، طريقة التسميد، الجو، المناخ، كل الحاجات دي كلها هي اللي توصلني اني انا اكل من عقلة التين اللي انا زرعتها بعد 4 شهور او بعد 6 شهور. خلينا في البداية نشوف ايه هي مواصفات الشجرة اللي احنا هناخد منها عقلة التين او اللي احنا هناخد منها الفرع اللي بعد كده هنقص منه العقلة. قبل ما نقلم شجرة التين، بغض النظر عن ان كنت انا هقص العقلة وهزرعها او هقلم الشجرة وهرميها او هقلم الشجرة وهاخد العقلة دي وهزرعها، يفضل ان احنا نعطش الشجرة لمدة 10 ايام في الاراضي الرملية او اسبوعين على حسب تساقط الاوراق. اعطش الشجرة وانتظر لحين ما كل الاوراق اللي عليها تتساقط، بعد كده ابدأ في عملية التقليم. وده عشان اتأكد 1000000% ان العصارة سكنت، مفيش عصارة، مفيش جريان عصارة في الافرع وفي الشجرة عشان ما تسبب ليش مشاكل فطرية. فاصبح عندي النقطة الاساسية هو ان انا اعطش الشجرة عشان اقلم مش عشان ازرع. النقطة الثانية هو ان انا اختار شجرة خالية من الامراض الحشرية والفطرية. الامراض الجذرية مش هتضرني في زراعة العقلة، بالعكس احنا بنستخدم مرات كتيرة تبديل الاشجار افضل من ان احنا نعقم في حالة ان وجود امراض نماتودة، فبالتالي بنفضل ان احنا نشيل المشروع ونزرع من العقل اللي احنا شلناها دي او من العقل اللي احنا قلمناها من الشجر المصاب ونزرعه، ما عندناش مشكلة في الامراض اللي في الجذور بشكل عام. فالشجر اللي انا هاخد منها الفرع اللي انا هاخد منه العقل تكون خالية من الامراض الفطرية وتكون خالية من الامراض الحشرية، تكون شجرة مثمرة وثمارها ذات جودة عالية، تكون شجرة جيدة، تكون شجرة انا شايف ان الشجرة دي مثالية وان الانتاج ده ممتاز وان نوع التين ده مرغوب في منطقتي او هو ده اللي انا حابب ازرعه. الشجرة تكون عجباني كانتاج، بعد كده تكون خالية من الامراض الفطرية والامراض الحشرية. هاخد ساق التين او هاخد فرع التين، المعلومة اللي دارجة بشكل كبير جدا وهي معلومة خطأ 100% ان الساق يكون عمره سنة. الساق اللي عمره سنة ما بيكونش مثالي في زراعة عقلة التين، بالعكس متوسط 6 شهور ممتاز جدا جدا ان انا اخد عقلة من ساق متوسط 6 شهور. بعد كده هاخد الفروع اللي انا هقص منها العقلة وهنبدأ نشوف انهي عقلة هتنجح في زراعة وانهي عقلة مش تنجح في زراعة، ودي تعتبر تقريبا النقطة الثالثة. خلينا نقرب الكاميرا ونشوف العقلة الصالحة للزراعة والعقلة الغير صالحة للزراعة. مبدئيا العقلة دي لو شفناها هي مصابة فيها مرض فطري بغض النظر عن كان اتعالج او ما اتعالجش. هنا الفطر نشف فهي المرض اتعالج، لكن انا مش مضطر ان انا ازرع عقلة من شجرة كانت مصابة بامراض فطرية او العقلة نفسها فيها اثر امراض فطرية، فالعقلة دي مستبعدة 100%. ده أول نقطة هستبعد بها العقلة هي إصابة الأمراض الفطرية. طيب العقلة اللي بعديها عقلة شكلها بنت حلال وكويسة وجيدة وزي ما بنشوف في الفيديوهات عقلة ممتازة جدا هي، ولكن العقلة دي غير صالحة للزراعة. غير صالحة للزراعة لأن كل البراعم اللي فيها ميتة، مفيش فيها براعم أصلا، كل النموات نمت وماتت، هنا مكان الورق وهنا مكان برام وهنا مكان برام. تخيل أنت عندك كل عقدة نما عليها برعمين وماتوا، صعب جدا ينمو البرعم الثالث، فدي بنفس الطريقه مستبعده. بنفس الشكل كل البراعم اللي فيها ميته فهي ايضا مستبعده، فهي ايضا دي العقله دي لو انا ما عنديش بديل ليها هزرعها ويعني نسبه نجاحها 5 ل 10%، لان البرعم ضعيف جدا جدا، فهي نسبه نجاحها ضعيفه جدا جدا. حتى لو طلعت مجموع جذري وكل العقل دي وارد انها تطلع مجموع جذري، ما فيش مشكله في المجموع الجذري، لكن مجموع خضري ومجموع ثمري صعب جدا جدا. العقله دي نفس الشيء مصابه بالامراض الفطريه، البرعم اللي فيها اوكي جيد ما فيش فيه مشكله،
العقلة دي برعمها ضعيف جدا، لو انا ما عنديش بديل هزرعها، لو عندي بديل مش هزرعها، يبقى كده العقل دي كلها مستبعدة. طيب الساق اللي عندي فيه مرض فطري وفيه برعم، فيه برعم ميت وفيه برعم حي، عندي البرعم بدأت تحيا. في الحالة اللي زي كده اول خطوة بعملها هستبعد الجزء المصاب، وقبل ما استبعد الجزء المصاب لازم اعقم المقص، لازم استخدم ادوات معقمة. طيب انا عندي هنا مادة تعقيم هستخدمها. طيب لو انا ما عنديش مادة تعقيم، لو ما عنديش مادة تعقيم هحط اي مادة تساعد على الاشتعال، هغسل ببنزين واولع فيه المقص بحيث انه يتطهر المقص بيه عن طريق النار. بعد كده هاجي وتعقيم المقص هو الخطوة الرابعة او الخامسة، على مش حاسب انا. بعد كده هبدأ اقص العقل عندي، وبعد كده هبدأ اقطع العقل 5 سنتي، 10 سنتي، 20 سنتي، 15 سنتي، يهمني اقل شيء يكون عندي 3 براعم في العقل عندي، 3 براعم. ولو لاحظنا انا قصيت بالظبط اسفل العقدة بسنتي، بنص سنتي، لا تزيد عن سنتي. يعني لو انا جيت هجرب هنا في العقلة دي، هزرع العقلة هنا، قص خطأ، القص ده خطأ، الجذور القوية بتنمو على العقدة، فما ينفعش ازرع كده ويكون عندي ساق، لكن الافضل هو ان انا ازرع اقص كده، الافضل هو ان انا اقص كده يكون عندي مجموع جذري قوي. واغلب الناس بيعلقوا مرات عندنا على الفيديوهات ويقولوا ان احنا بنستخدم هرمون، لا احنا مش فكرة ان انا بستخدم هرمون، هي فكرة ان انا بقص صح، عارف كل شجر المجموع الجذري فيها بينمو فين، وبقص بحيث ان يكون المكان اللي ينمو فيه المجموع الجذري، المكان اللي ينمو فيه المجموع الجذري داخل التربة، بحيث ان انا اقدر احصل على اكبر مجموع جذري للزراعة. هقص كل العقل اللي عندي وهرجع اقول لحضرتك هنزرع ازاي بطريقة مثالية. هجيب الاول مي في ازازة بنفس الشكل او في علبة، بعد كده هضيف فيها ما يعادل غطاء، وهبدأ في قص العقل، هقص 3 براعم، الجزء ده أنا مش محتاجه، نفس الشكل، طبعا عقلة وسطية، عقلة طرفية، أي عقلة تنجح فيها الزراعة. الخل عبارة عن مطهر ملوش علاقة بهرمون التجذير. بعد كده هبدأ في الزراعة، لو توفر عندي هرمون تجذير هستخدم، ما توفرش عندي احنا مش بحاجة لهرمون تجذير. بعد كده محتاج احتفظ بالرطوبة اللي في العقلة، محتاج احتفظ بالرطوبة لحين ما يطلع عندي مجموع جذري ومجموع خضري قوي. في اسهل طريقة هنحتفظ بيها بالرطوبة هو ان احنا نلف العقلة بكيس، اي نوع من انواع الاكياس اللي توفر عند سيادتك هلف بيه العقلة. لو توفر عندنا الرباط اللي احنا بنربطه على التطعيم فهو ممتاز، لو متوفرش هنجيب شريط اللحام اللي امام حضرتك ده اللي هو بيستخدم في مواد البناء، موجود في المحلات ورخيص جدا مش غالي، وهنبدأ نلف بيه العقلة. هنراعي طبعا ان احنا نخلي البراعم ما نقفلش عليها، لكن باقي العقلة كلها هنقفل عليها. لو ما توفرش عندك اي نوع من الانواع دي كلها هنجيب كيس البلاستيك العادي، اي كيس بلاستيك، اي وسيلة هنقفل بيها على العقلة. طبعا زي ما ذكرت لحضراتكم سهل جدا ان احنا نزرع بدون ما نعمل اي حاجة وتنجع عندنا العقلة، لكن حلني بقى لما ناكل منها ولا لما تثمر عندي، لكن انا هنا ببحث وبدور عشان ازرع عقل التين واكل منها في خلال شهور، مش ان انا ازرع عقل التين وتطلع مجموع خضري وخلاص بدون ما استفيد اي شيء. اي بديل يتوفر عند ستك هنستخدمه، ما عندناش اي مشكلة اطلاقا. وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين الجزء اللي هينمو فيه المجموع الجذري مش مغطينه، الجزء اللي هينمو فيه البرعم مش مغطينه، مكان البرعم سايبينه مفتوح مكشوف. العقلة اصبحت جاهزة عندي للزراعة، هاخد تربة وهزرع
اتوفر هرمون تجذير، اتوفر متوفرش ما عندناش مشكله، مش محتاجين هرمون تجذير بالشكل الكبير. بعد كده هروي وهروي ريامر، هحافظ على رطوبه التربه باستمرار. التربه تكون رطبه، مش ارطب التربه لما اكون موجود والتربه اسيبها تجف وارجع اروي وتجف وترطب، لا، خلي التربه باستمرار تكون. هاخد الكيس العادي وهلفه وهبدا بعد كده افصله نفس الشكل. اصبح عندي شريط هستخدمه في عمليه الزراعه. طيب هنا تاني اقدر اخد، ايوه اقدر اخد شريط تاني. بعد ما شفنا ازاي هنزرع العقلة بطريقة واثنين وثلاثة، وشفنا ازاي هنحافظ على الرطوبة فيها، هنحافظ على رطوبة التربة باستمرار. التربة تكون رطبة وما تجفش وما يكونش مشبع بالماء عشان ما يحصلش عفان في العقلة. هنحافظ على ان المكان اللي هنحط فيه القصيص او الكيس البلاستيك او العقلة بتاعتنا المزروعة يكون في اضاءة جيدة، ولكن مش في اشعة شمس مباشرة، ومش في برد شديد، ومش في حر شديد، في جو يكون معتدل. ونرجع بعد كده في الجزء القادم نشوف ازاي بعد ما يظهر عندي النمو ازاي هنتعامل مع العقلة، وازاي هنبدأ نعرضها للشمس، وازاي هنبدأ في برنامج التربية وبرنامج التسميد. اتمنى من الله ان يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.